من أجل سلامتكم يوجب عليكم إخلاء منازلكم فورا، فاهم؟ أوكي. ومن يتوجه القرب من عفاف من عراف حزب الله ومنشأته أو أسلحته يقرب حياته إلى الخطر. أوكي. كان القرية. طيب بس إخلاء منازلكم بخليك لما يخلص وبعدين السؤال. هلا هو نحن لقلنا بس يعني شبعة ولا أنا بيتي؟ أنا بحكي عن شبعة عليك وعندك وسكان القرية، كل شبعة كيشو جنوبيا، عبور جنوبيا. يعني ما نروح جنوب، ما نروح جنوب. امشوا شمالا بالأقل 1000 متر خارج القرية. أوكي يعني أي إخلاء بعد ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات، قد الوقت؟ لا لا فعلا بالعلبة ايه كمان شوية بدكم تستبدوا وتمشوا شمالا. اوكي اوكي فهمتني؟ فهمتك فهمتك. ولك اخ اخ منكم يا شو بقى نقول لكم؟